أهلا بحضراتكم من جديد. عودة لشأن المحلية، حيث أعلن وزير النقل هشام عرفات تنفيذ خطة لإنشاء مجموعة من الكباري العلوية لإلغاء تقاطعات الطرق السطحية خاصة مع خطوط السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث. وقال الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ 10 كباري علوية جديدة في صعيد مصر والدلتا بإجمالي تكلفة وصلت 1,400,000,000 جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ الأعمال النهائية بمشروع إنشاء كوبري قوس أعلى السكك الحديدية بمحافظة قنا المقرر الانتهاء من تنفيذه في مارس القادم بتكلفة 44,000,000 جنيه.